الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أمرت حمدا يرضيك عنا، لك الحمد بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم عليه سيدي وحبيبي ومعلمي وقدوتي وشفيعي بإذن ربي. اللهم ولك نعمة الأهل المسلمين والزوجة الصالحة والذرية الصالحة إن شاء الله، ولك الحمد على نعمة الصحبة الصالحة، ولك الحمد على نعمة هذا الجمع. اللهم اجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، كالعادة، لمن لا يعرفني، وما بعرف كم لا يعرفني في القاعة، ولكن لمن لا يعرفني تعريف سريع: أنا اسمي عبد الرحمن ذاكر الهاشمي، المهنة طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي. أنا من العراق، والدي ولد ووالد طبعا من الموصل من شمال العراق، ووالدتي من طرابلس الشام من لبنان. نشأت في العراق أول 8 سنوات، ومنها إلى الكويت. النشأة اللي أنا دائما يعني بحمد ربي عليها، الحمد لله، كانت في فترة الثمانينيات، الفترة الذهبية للكويت لمن يعرف الكويت. بعدها سنة واحدة في شرق الجزيرة العربية بمنطقة الخبر، بعدها إلى الأردن هنا سنة 90-91، حيث دراسة الطب البشري وعلم النفس وعلم النفس العلاجي، ومنها إلى الأمريكية في بيروت، تخصص في الطب النفسي، و يعني بتحديد أكثر بيسموه سايكوثيرابي، العلاج النفسي، طيب، العلاج بالجلسات وليس بالعقاقير. ومنها إلى دبي من 2002 إلى 2008. 2008 انتقلنا إلى أمريكا، ومن 2008 إلى قبل سنتين تقريبا في أمريكا. من ذلك الوقت إلى الآن أنا ما بين أمريكا وما بين الأردن، لكن كعائلة استقرارنا الآن في عمان في الأردن. أنا متزوج من غادة سامي عبد الحافظ، هي طبيبة عيون، طبيبة جراحة عيون، وعندنا مريم وهاجر. مريم 6.5 سنوات تقريبا، وهاجر أتم 3 سنوات من أسبوع تقريبا. هذا باختصار التعريف السريع اللي الناس عادة ينتظروه. لكن التعريف اللي أهم في نظري لما أعرف نفسي إلى الناس، أقول أنا عبد الرحمن ذاكر الهاشمي صاحب فكرة فن الحياة، صاحب مشروع فن الحياة. هذا المشروع الذي أسعى يعني أن ألقى به الله سبحانه وتعالى وأن يكون راض به عني، هو المنظور، ما منظوري أو ما أفهمه من المنظور الإسلامي للنفس البشرية. فن الحياة مشروع طويل يعني راح نتكلم فيه تفصيله. هذه اللي موجودين معانا في القاعة ممكن ياخذوا بس وسائل التواصل: تويتر، فيسبوك، الإيميل، وموقع الأسئلة. تويتر هو أسرع وسيلة للتواصل معي. أنا من الناس اللي متحيزين جدا لتويتر، متعصب جدا لتويتر، عنصري جدا مع تويتر، سموا اللي بدكم إياه. طيب، أعرفه دائما: تويتر صالون ثقافي، وفيسبوك صارت أفراح شعبية. يعني فيها فوائد لكنها بظلها صارت أفراح شعبية. الصفحة عليها هي صفحة فن الحياة. التواصل من أجل الاستشارات عن طريق موقع الأسئلة اللي هو ask.fm. السلايدات بالمناسبة ممكن تأخذوها، فيعني حتى ما في داعي لأنه أصلا الصورة مش واضحة كثير، لكنه هذه تعليقات مهمة. أنا لا أستقبل استشارات عن طريق الإيميل، لا أستقبل استشارات عن طريق الأسك. سؤال سريع: دكتور، ما هو الكتاب اللي ذكرته فيه كذا؟ دكتور، إيش المرجع اللي فيه؟ أسئلة سريعة، لكن استشارة بمعنى استشارة على موقع الأسئلة. والفيسبوك هي متابعة الأخبار وإلى آخره. فن الحياة كما قلت هو عبارة عن مشروع طويل يتكون من ثلاثية: اقرأ ونفس لتعارف. اقرأ باختصار هي ما أسميه فقه التفكير والعقل، فقه التفكير والعقل، واللي لقائنا اليوم موجز له فقه التفكير والعقل. ما أفصل فيه كثير، بس هو ما يتعلق ب أو كل ما يتعلق بكيف نتلقى الأشياء من حولنا، كيف نشعر، كيف نفكر، كيف نتساءل، كيف يكون عندنا خوف أو فضول، لما فلان شخصيته قوية وفلان شخصيته ضعيفة، لماذا فلانة بحجابها الشرعي ما شاء الله عليها ملتزمة رائعة وفلانة بحجابها الشرعي لكنها إنسانة قلقة غير مطمئنة كذا، لماذا فلان عنده قابلية للحياة أكثر مع أنه من نفس الظروف اللي موجود فيه أخوه أو شقيقه أو شقيقته في نفس البيت،
إلى آخره. أسئلة كثيرة إلى أن نتكلم عن الأيديولوجيات، الأفكار. لماذا؟ من الذي يقول أن الليبرالية خطأ والوجودية مش عارف إيش، ولا العلمانية صح والإسلام إلى آخره؟ هذا كله فيما يتعلق بإقرأ، واللي هو سنوجز إن شاء الله اليوم. بعد إقرأ عادة تأتي ونفس، بعد أن أدركت الآن كيف أفكر، كيف أعقل، يحين دور ماذا أقرأ أولا؟ نفسي. وهنا نتكلم عن فقه النفس، قراءة النفس، قبول النفس، تقدير النفس، وهو ما يسمى بالإسلام باختصار التزكية. طيب، وهذا يعني أيضا موضوع، يعني أظن مادة فقه النفس نأخذها بتقريبا 21 إلى 25 يوم تدريبي. بعد ما نكون أنهينا من اقرأ ونفس، يأتي الآن الدور للتعامل مع الآخرين، ومن هنا نتكلم عن لتعارفه، كل ما يتعلق بالتعامل مع الآخرين، كيف أتقبل الآخر كما هو، كيف أتعايش معه، كيف أفرق بين المداهنة والمدارات، أسلوب التحية، أدب السلام، الإنصات، الحوار، أنواع الحوار المختلفة، المحاججة، الجدال، الجدل، المراء، هذا كله. كيف أسوق لفكرة لدي، كيف أعرض ما يسمى بفقه الدعوة، كيف أعرض ما لدي، كل هذا، اختيار شريك الحياة، الحب والزواج، التربية، الأبناء، هذا كله في لتعارفه. هذا باختصار خارطة فن الحياة. اليوم سنتكلم عن اقرأ. عنوان اللقاء اليوم: موجز لفقه التفكير والعقل ومدخل إلى القراءة. موجز فقه التفكير والعقل ومدخل إلى القراءة. وأرجو أن يكون واضح أننا سنتكلم عن موجز فقط، مادة فقه التفكير والعقل. مادة اقرأ كما ذكرت يمكن سابقا، مادة طويلة بحدود حوالي تقريبا من 17 يوم تدريبي إلى 21 يوم تدريبي. أعرف أنه راح يكون القضية كأني دخلتكم على البحر اليوم ورجعتكم وأنتم لا شاربين ولا عطشانين، لكنه هذا الذي لدينا، وعلى الأقل سيعطي فكرة إن شاء الله تكون كافية كخطوط عريضة لمادة التفكير والعقل. وطبعا وسيكون في آخرها إن شاء الله مدخل إلى القراءة. من أين جاءت فكرة اللقاء، ومن أين جاءت فكرة الحديث، أهمية الحديث عن فقه التفكير والعقل؟ الحقيقة هو في المادة الأصلية في فن الحياة نتكلم كثيرا عن من أين جاءت الرغبة في أني أتكلم، أقول للناس كيف تفكرون وكيف تعقلون، ولماذا لا نفكر بطريقة سليمة. هذا في فن الحياة، وهذا يعني يطول، لكن اليوم بالذات الذي يدفعنا للحديث عن أهمية التفكير والعقل هي ما أسميه بالأمية المركبة، الأمية المركبة. واليوم عندما سنعرف القراءة تلقائيا سيتعرف معنا الأمية والأمية المركبة. الأمية بالتعريف يعني الشائع عند الناس هو بين قوسين عدم فك الخط، عدم القدرة على جمع الكلمة من حروفها ولفظها لفظا سليما، هذه الأمية. لكن هنالك للأسف منتشرة في حياتنا، كنت أجيب سؤال على موقع الأسئلة حول التوجيه والدراسة، ويعني كانت إجابة طويلة، وكان من ضمن ما ذكرت أننا ينبغي أن نعيد النظر في أسلوب نظرنا للدراسة والجامعة والتخصص، لأنه للأسف هذه المؤسسات اللي خطأ وزورا وبهتانا وتحريفا تسمى مؤسسات تعليمية، هي لا تعلم، هي لا تعلم، هي تقولب، مصنع يعني على رأي شيخ يعني أحمد سالم أبو فهر السلفي بيسميها مكنة البسطرمة. طيب، عارفين مكنة البسطرمة؟ تحط شيء وطلع له مكنة البسطرمة. هل الذين يتخرجون الآن من مدارسنا ومن جامعاتنا يعلمون من أنا ولما أنا؟ يعلمون ما هو الهدف من وجودي؟ هل يستطيع أحدهم أن يقرر كيف أختار شريكة حياتي؟ ما هي الأسئلة التي ينبغي أن أسألها عندما، كيف يعني ما الذي ينبغي أن أؤديه في مقابلة توظيفية مهنية إلى آخر؟ لا، انسى. ومن المضحك للأسف، دائما أقول من المضحك، أنه بعد 12 سنة في الدراسة وبعد 5 سنوات أو 4 سنوات أو 6 سنوات حسب التخصص في الجامعة، وبعدها يمكن تخصص يعني عالي ودراسات عليا، طيب مع التحفظ على كلمة عليا، يدخل هذا الشخص إلى شركة وإذ به ينبغي أن يعني يدخل في دورة تدريبية لكيفية التواصل مع الآخرين. السؤال الذي دائما يأتي يعني على ذهن، طيب أنت في 17 سنة الماضية ماذا كنت تفعل؟ ما كنت تتواصل مع الناس؟ كنت أخرس؟
كيف كنت تتكلم مع مثلا بائع البقاله مثلا النادل في المطعم الجرسون كيف تتعامل مع زوجتك في البيت؟ لا هذا كله يعني الان محتاجين نعلمك. طبعا البعض سيقول يا دكتور هذه مبالغه، هم يعني يحسنون انما لاتمم مكارم الاخلاق. طيب يعني انا اتكلم من خبره شخصيه، عندما نذهب الى الشركات ونجري يعني مقابلات ونمارس ما يسمى بالتدريب، لا نكتشف يعني مشاكل وبلاوي للاسف، الا من رحم الله. دائما الكلام عندما يعني نبحث في ظاهره عامه يعني لا يعني انه المساله 100%، ولكن هذه الظاهره العامه. اذا باختصار لدينا اميه مركبه، لدينا اناس، لدينا شخص يظهر على قناه فضائيه المفكر الفلاني الشيخ الفلاني، ولكن لا يحسن التفكير والعقل. بين قوسين هو امي. نعم عنده مجموعه معلومات مبعثره، يستطيع ان ياتي من هذا الكتاب من التاريخ، وهذا الكتاب من المستشرق الفلاني، وهذا الكتاب من المفكر الفلاني، وهذا الكتاب من الروايه الفلانيه، او هي المعلومه من الروايه الفلانيه، ولكن لا يستطيع ان يصيغها في جمله مفيده. ليش؟ ما في تفكير وعقل، لا ليس ثمه فقه، ما في فقه تفكير وعقل. هذا امي وان كان اسمه مفكر. الا من رحم الله خطباء الجمعه، يصعد على المنبر ويتكلم بنصوص كثيره، حال بعض الشباب البسطاء اللي يعني بالكاد جاهدت نفسي لآتي حتى أصلي عندك صلاة الجمعة يا شيخ. لسان حال بعضهم أحيانا وهم ينظرون إلى الشيخ، يعني الله يسامحك، ما الذي تفعله بنا؟ ليه؟ ما في علم لكن في معلومات مبعثرة، وفي نصوص موضوعة ومقدمات لا علاقة لها بالنتائج، يسمى المغالطات المنطقية. في مشكلة، مشكلة في طريقة التدريس، مشكلة في طريقة دخول كلية الشريعة إلى يعني وما أنتم أعلم به مني. إذا باختصار قضية الحديث، أهمية الحديث عن فقه التفكير والعقل، أختصرها في لقائنا اليوم، طبعا في فن الحياة في أسباب كثيرة، ولكن أختصرها اليوم بما أسميه الأمية المركبة. البعض سيقول السؤال يا دكتور أنت بدأت بأنه الثلاثية هي اقرأ ونفس لتعارفه، لماذا اقرأ مش فكر مش اعقل؟ وخصوصا موضة الأيام هذه فيما يعرف بدورات التنمية البشرية اللي عليها طبعا يعني علامات استفهام كثيرة وتحت مظلتها شعوذة يعني بأنواعها، أنه عادة يعني سيكولوجية التعلم، سيكولوجية المش عارف إيش، طريقة التفكير، كيف تتحكم بعضلات مخك، عارفين التسميات السوقيه، اقصد السوقيه لغه السوق، لا اقصد يعني الانتقاص منها، الطريقه التي يسوق بها البعض عناوين دورات تدريبيه معينه. انا حريص على ان تكون التسميه اقرا حتى يكون هنالك خيط واضح واصل مع الكلمه الاولى التي نزلت، مع الفرض الاول الذي فرض، اقرا باسم ربك الذي خلق. وسنعلق على هذا ان شاء الله اليوم. ما علاقه القراءه بفقه التفكير والعقل؟ ما علاقة اقرأ بإعقل؟ ما الفرق بين التفكير والعقل؟ ما الفرق بين التفكير والقراءة؟ هل يعني أنا إذا قرأت أنا أفكر ولا أنا أعقل؟ طيب هل ممكن أكون أقرأ وأنا لا أفكر؟ هل ممكن أكون أقرأ وأنا فقط أمارس عملية حسية فقط ليس أكثر من ذلك؟ هذا يعني سنفصل فيه إن شاء الله. للدخول باختصار في كيف أفكر وكيف أعقل، ما هو التفكير والعقل؟ سنأتي على يعني كل مفردة في وقتها إن شاء الله، لكن نبدأ بكيف يحيا الإنسان، كيف يعيش الإنسان، كيف يتلقى الإنسان ما حوله ويتفاعل معه. الإنسان كما أقول دائما عندما يعني قرر أن يصنع الحاسوب هذا الكمبيوتر، صنعه بالطريقة التي هو يفكر بها، مدخلات، عمليات، مخرجات، أو باللغة العربية input, output، وبينهم processing، هاي باللغة العربية صح؟ input, processing, output، أو input CPU, output، كما يعني كما هو مختصر معروف. الآن كل واحدة من هذه المفردات لها أهمية شديدة
وسنتوقف عندها. المدخلات مهمة جدا، العمليات مهمة جدا، المخرجات. هذا باختصار. إذا هنالك مدخلات ثم عمليات ثم مخرجات، هذه المدخلات والعمليات والمخرجات متواصلة. بمعنى المخرجات التي تخرج مني أنا كشخص ستعود بعد ذلك علي أنا كإيش؟ كمدخلات. كيف؟ المدخلات أولاً ما هي؟ باختصار هي كل ما تتلقاه أدوات الحس. هذا تعريف المدخلات، كل ما تتلقاه أدوات الحس سواء بإدراك أو بدون إدراك. يعني سيقول بعض الدكتور يعني المدخلات الآن أنت تقول كل ما تتلقاه أدوات الحس، طيب وماذا عن الذي لم تتلقاه أدوات الحس؟ تلقته أدوات الحس ولكن دون أن أدرك. يعني الآن ونحن في القاعة كمية المدخلات الموجودة حولنا لا حصر لها، أصوات وصور ومواد ملموسة، يعني كما أقول دائما يعني القميص وملمس القميص على الجلد هذا مدخل، وطبعا مو مدخل واحد، لا حصر للخلايا اللي الآن عملت حتى تشعر بملمس القميص. طيب على الجسد كله. صوتي مدخل، صوت المحرك قد لا يكون مسموع عند البعض، أنا بالنسبة لي الجهاز العارض هذا البروجيكتر صوت المحرك الآن مسموع لدي، أي حركة أي يعني وقع قلم على ورقة هذه كلها مدخلات. فلكم أن تتخيلوا كم عدد المدخلات اللي بتدخل علينا في الحياة اليومية. ولذلك أنا دائما آتي بعبارة بسيطة حتى يعني أوضح المسألة وأبين خطورتها. في دراسة نشرت يعني مؤخرا دراسة أمريكية تقول أن الإنسان الذي يمشي في مدينة متوسطة عدد النسمات، ليس مدينة مأهولة، يشاهد في اليوم ما لا يقل عن 700 إعلان تجاري في مدينة غير مأهولة. يعني إذا كانت اللقاء اليوم في إربد شمال الأردن، هذه المدينة البسيطة القرية الكبيرة كما يحب البعض أن يسميها، مع ونحن يعني نمشي في الشارع الإعلانات أسماء المحلات الصور الجدران كذا ما لا يقل عن 700، طبعا هو في 700 إلى كذا أنا نسيت إلى كم، لكنه ما لا يقل عن 700 هذا اللي أذكره. أما إذا كانت المدينة من المدن المأهولة يشبهون قالوا مثلا نيويورك دبي سنغافور هونغ كونغ، فإن الإنسان يتلقى أو يشاهد ما لا يقل عن 1200 إعلان تجاري، هذه كلها مدخلات. طيب إيش المشكلة؟ سنتكلم عن إيش المشكلة بعد قليل. طيب لكن كل هذه اسمها مدخلات، طبعا هل بس مدخلات فقط؟ هذه مدخلات نظرية بصرية، هنالك المدخلات السمعية، هنالك المدخلات اللمسية إلى آخره، وأقلها طبعا المدخلات الذوقية إذا يعني نتكلم على ما يعرف بالحواس الخمسة. هذه المدخلات أهميتها وخطورتها سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله في يعني في مخطط خاص فيها. هذه المدخلات بمجرد أن تدخل تبدأ عمليات، العمليات سنفصل فيها الإحساس والتفكير والعقل، الإحساس والتفكير والعقل. هذه العمليات تنتج مخرجات، هذه المخرجات هي الفكرة والشعور والسلوك، هذه كلها سنأتي لكن أنا أريد أن أنهي الشريحة اللي أمامنا. إذن عمل مدخلات دخلت جرى لها عمليات، العمليات أنتجت مخرجات، المخرجات فكرة أو شعور أو سلوك. هذه المخرجات التي ستخرج تلقائيا ستؤثر على المدخلات مرة أخرى. مثل أنا الآن قرأت كتاب، عندما قرأت كتابا أحدث لدي عمليات معينة، تفكير وبحث وفضول ومحاولة ربط الأمور ببعضها بين قوسين العقل، فخرجت بفكرة. هذه الفكرة تلقائيا كمخرج الآن ما أثرها في أنا؟ قبل أن أقول أثرها في غيري، ما أثرها في أنا؟ إما أن تكون أكدت شيء لدي أو نزعته.
إما أن تكون أثرت علي فملت إلى مسألة معينة أو نزعت عنها، إما أن تكون حببتني بشيء أو كرهتني فيه إلى آخره. إذن هذا المخرج أثر علي أنا فكرة وشعورا وسلوكا. طبعا ناهيكم عن أن القراءة التي أنا قرأتها أصلا هي عبارة عن كتاب، هو عبارة عن مخرج لشخص آخر، صح ولا لا؟ يعني الكتاب الذي قرأته هو ماذا؟ هو عبارة عن output لشخص آخر جاءني أنا وبدأ تأثيره فيه. ولكم أن تتخيلوا طبعا المواد الإعلامية، التلفزيون، الإعلانات التجارية، المسلسلات، المباريات، الأبواق، مزامير السيارات في الشارع، أصوات الناس، كل هذه مدخلات. السؤال الآن، ما هي المشكلة؟ ما الذي ينبغي أن نتوقف عنده في المخرجات هذه؟ عفوا، هذه العمليات، الإحساس، التفكير، العقل، هذا سنفصل فيها، لكن أريد أن أقفز الآن إلى المخرجات، الفكرة، الشعور، السلوك. فكرة أولا تقود إلى شعور، تقود إلى سلوك. كيف يعني فكرة تقود إلى شعور؟ الآن الفكرة هي عبارة عن ناتج استقبال الدماغ للصورة. إيش هي الصورة؟ أنا بمجرد وقوع نظري على أحد الإخوة تكون لدي من أشياء كثيرة، من مستودعات ماضية، من تركيبات سابقة، من إلى آخره، صورة، عفوا، فكرة عن هذا الشخص. هذه الفكرة تلقائيا ستؤدي إلى شعور. ما هو هذا الشعور؟ إقبال، نفور، ابتسامة، أو لا، الابتسامة سلوك، عفوا، ارتياح، رضا، خوف، إلى آخره. الشعور هذا سيترجم إلى سلوك، ابتسامة، عبوس، وجوم، إقبال بالجسد، تراجع، إلى آخره. هذه كلها سلوك. ولذلك من المهم جدا أنني عندما أريد أن أعالج أمرا أعالج ماذا؟ الفكرة أولا، الفكرة أولا. وأنا دائما أقول للناس هذا سر مهنتنا، العمل على الفكرة. عندما يأتيني شخص معين لديه مشكلة في التعاطي مع فلان، يا دكتور أنا أكره فلان، أنا لا أستطيع أن أعمل في هذه الشركة لأن فلان معي. طيب لاحظوا، عندما يقول أنا أكره فلان يتكلم عن ماذا؟ شعور. ممتاز. هذا الشعور أدى به إلى التغيب عن العمل أو عدم الإنتاج اللي هو السلوك. في نظري من السذاجة المهنية أني أقول لا لا لا، ينبغي أن تحبه. هو المشكلة عنده في الشعور، فإذا أتيت لأعمل من ذات الشعور ما أعمل شيء. ينبغي أن أرجع خطوة إلى الوراء، إلى ماذا؟ إلى الفكرة. ماذا يعني لك هذا الشخص؟ لماذا؟ ما هي الفكرة؟ ما تصورك عنه؟ يحسدني، سرق البحث اللي كنت قدمته إلى المدير، المشروع اللي طب لعلها أوهام، لعلها يعني شيء غير واقع. هي الفكرة باختصار. تعدلت الفكرة إذ به بين يعني طرفة عيني وانتباهتها شخص آخر بشعور آخر بسلوك مختلف. طبعا بين طرفة عيني وانتباهتها الفكرة تتحول، لكن الشعور والسلوك يأخذ وقت. يعني لذلك عندما يأتيني شخص بعد دورة تدريبية يقول دكتور أنا بالأمس الحقيقة كنت معك في المادة الفلانية واليوم خلص أنا أقلعت عن الدخان، أقلعت عن اللفائف المحروقات، طيب السجاير. أقول له لا أنت لسه ما أقلع. لا والله يا دكتور أنا من الصباح إلى الآن ما أقول له لسه ما أقلع. ينبغي أن يمر عليك أفكار وصور كما كان يمر عليك سابقا تستدعي شعور معين اللي هو الغضب والنرفزة وزحمة المرور وكذا، ساعتها وريني سلوك. أما أن تأتي بعد يومين ثلاثة أربعة الأمور عال العال، ما في أي مشكلة. كان لي زميل في دبي كنت دائما أقول له يعني إذا أقلعت عن التدخين لك علي عزيمة وليمة. طيب أوكي. بعد فترة جاء قال أنا أقلعت. قلت له بعد طبعا الشاب الله يعني 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 رزقه ما شاء الله ماديا، عنده محل وعنده مأجر مواقع معينة وكذا، فوضعه المادي مستقر تماما. بعد شهر شهرين وين العزيمة عبد الرحمن؟ أنت لم تقلع بعد. طيب قول يعني قول ما يعني ما بتعزمني خلاص أنت
طلعها يا رجل. لا انت لن تقلع بعد. بعد سنه زار الاردن صيف، رجع يدخن. فقلت له ها وين الاقلاع يا اخي؟ الناس الزحمه، هذا الشرط. لذلك دائما نقول عندما تريد ان تعرف هل اقلعت عن امر، هل تحول عندك، هل بين قوسين اصلحت، زكيت، بين قوسين هل تغيرت الى الافضل، هل مررت بنفس الظروف الذي مررت بها سابقا وانتجت مخرجا مختلفا، هذا هو بين قوسين التغير الى الافضل او التزكيه انا احب اسميه. تاتيني، هذا يمكن مثال ايضا اكرره، تاتيني فتاه عندها مشكلة في العيادة النفسية. ما هي المشكلة الرئيسية؟ يا دكتور أنا عندي مشكلة، أنا أحضر دروس دينية ومراكز تحفيظ قرآن وكذا، ولكن يعني أنا آسفة أني أقول أنا أدعو على والدي بالسجود. ليش يا أختي؟ حكم الله. ليش يا أختي؟ يا دكتور أنا أبوي كان يسوي لنا كذا وكان يضربنا وزوجني غصبا عني. الآن هذه الإنسانة لو جلست 5000 سنة معها، لازم تحبي والدك، بر الوالدين، اقرأي باب البر في رياض الصالحين، روحي اقرأي في الأدب المفرد للبخاري عن الوالد، ما رح ينزع عندها. طبعا بالمناسبة كل اللي ذكرته فيه مدخلات لأفكار، ولكن كلها تتكلم على الناحية الشعورية، العاطفة، الوجدان، الكذا. إذا ما بدأت معها في قضية طيب انظري إلى والدك نظرة مختلفة، ألم يكن هو ضحية لأب آخر، لمجتمع آخر؟ ألم يكن هو في ذاته إنسان يستحق من يشفق عليه ويطبطب عليه في لحظة معينة؟ لما تنظرين فقط إلى الجانب الإجرامي من فعله ولا تنظرين إلى الجانب الذي يعبر عن الضحية؟ طيب هذا الشعور الذي في ذاته، ولا نتكلم عن التفريغ والتخلية وكيف الإنسان يتعامل مع الشوائب الذي لديه، لما الفكرة تختلف تلقائيا لا أستغرب بعد فترة تأتيني نفس الأخت وتقول يا دكتور أنا الآن أدعو له بالسجود، كنت أدعي عليه الآن أدعو. لماذا؟ اختلفت الفكرة. وسنأتي على تطبيقات كثيرة، تطبيقات كثيرة لها علاقة بالفكرة عندما تتحول. أعطيكم مثال ولو أنه هو تطبيق في آخر اليوم، لكنه يعني الاختلاف بين موقفي الصديق والفاروق لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المدخل؟ الوفاة. بين قوسين الفراق، بين قوسين فقدان الأحبة، بين قوسين مش فقدان الأحبة، من هو أحب إليهم من أنفسهم، ونأمل أن نكون نحن كذلك. طيب صلى الله عليه وسلم، المدخل هو نفس المدخل لكن لاحظوا التعاطي. عمر يصرخ في الناس، يرفض قبول فكرة رحيل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجه الأرض، عن هذه الحياة الدنيا، ويقف ليقول من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه أو فصلت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى. نفس المدخل، المخرج هذا، نفس المدخل عند أبي بكر، يذهب إلى أبي بكر فيقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فراش الموت ويعني وكان قد مات صلى الله عليه وسلم، فيدخل ويقبله بين عينيه ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، ويخرج ويحاول مع عمر مرة مرتين ثلاثة فلا يستمع عمر، فيصعد أبو بكر ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيش قال عمر؟ إيش قال عمر؟ كأني أسمعها اللحظة. إذا وين مشكلة عمر كانت؟ في الفكرة. الآية موجودة في المستودع، سنتكلم بعد قليل عن المستودع الدماغ، لكن وين موجودة؟ في آخر المستودع. لماذا؟ لأنه كان مشغول بأشياء أخرى، بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه اختار من المستودع أي فكرة؟ فكرة ميقات موسى. يعني المستودع فيه أفكار، ولكن عندما التقط الفكرة الأقرب له. أما الفكرة اللي كانت واضحة جلية عند أبي بكر، ولذلك أبو بكر دائما أقول هذا الشخص يعني
يعتب البعض دكتور ليش ما يعني تذكرون أبو بكر كثيرا في دوراتكم مو مثل عمر وعثمان قل لي إنه البقية هؤلاء يعني يشبهوننا يخطئون يعني أبو بكر في يعني في مستوى معين يعني هنالك أثر في يعني في علة في الأثر أنه ما وطئ الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر. طبعا يصادقه الحديث إذا وزن إيمان أبو بكر وأبي بكر وإيمان أو إذا وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبو بكر أو أبي بكر. اللي أريد أن أقوله فقط هنا هذا مثال بسيط وهنالك أمثلة سنأتي على التطبيقات في آخر اليوم إن شاء الله أن الفكرة مهمة جدا. إذا كانت الفكرة استطعنا أن نتعامل معها كل ما يليها سهل. الاستثناء الوحيد فقط عن أن الفكرة تسبق الشعور الاستثناء الوحيد فقط سنذكره بعد قليل هو الغريزة. الغريزة شعور موجود built in يولد الإنسان وهو معه ليس ثمة فكرة سابقة شعور موجود هذا البعض طبعا يعني إذا أردنا نفصل البعض يقول لا في فكرة سابقة له وهي فكرة الجوع فكرة العطش فكرة يعني ما راح نختلف بقضية هل هي فكرة ولا شعور لكن هذا الاستثناء الوحيد اللي قد يكون الشعور فيه لا يحتاج إلى فكرة سابقة ما عدا ذلك كل الأمور تحتاج إلى فكرة أولا تصور يتحول إلى فكرة الفكرة شعور الشعور سلوك وأنهي يمكن في قضية أهمية الفكرة الشافعي يقول إذا كنت تغدو في الذنوب جليدة هذا شعور ولا إيش ولا فكرة ولا إيش إذا كنت تغدو في الذنوب جليدة شعور إيش سلوك يعني صار جليد لا ما صار جليد شعور الخوف طيب إذا كنت تغدو في الذنوب جليدة وتخاف إيش هذا شعور وتخاف من يوم الوعيد وعيدا فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا شوف الروعة الآن لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا لو شاء الله أن يعذبك ما كان عطاك النموذج الإجابة في بداية السنة في بداية دخولك إلى الحياة الفطرة قبل الفترة نشرت على صفحتي أنا صحيفة التلغراف دراسة تثبت أن الإنسان يولد مؤمنا يولد مؤمنا هذا شيء يعني موضوع عندك لو الله سبحانه وتعالى سيتركنا نبحث عن الإيمان الله أعلم كنا كم سنستغرب ويمكن نموت ولا نحصل عليه لو شاء أن تصل جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد من الأمور المهمة أيضا في الفكرة والشعور والسلوك هو أن سوية الشخصية تتعلق بصلة الفكرة والشعور والسلوك كل ما كانت الفكرة والشعور والسلوك متناغمة متسقة مستقيمة التواصل بين الصلة بينهم كل ما كانت الشخصية أكثر سوية كيف؟ الأمثلة اللي أعطيها عادة طبعا عفوا قبل الأمثلة هذا لا يتعلق بشيء يعني قد أكون أنا في مسألة معينة الفكرة والشعور والسلوك متناغمة فأنا مطمئن في هذه المسألة لكن في مسألة أخرى الفكرة والشعور والسلوك ليس متناغمة وبالتالي عندي قلق في هذه الجهة كيف؟ المثال التقليدي اللي أطرحه للناس نأتي على أمثلة متعلقة بالشباب وأمثلة متعلقة بالبنات المثال متعلق بالشباب فكرة تصور الإنسان فهمه لفكرة الزواج فكرة الزواج الآن إما أن تكون فكرة سالبة أو فكرة موجبة من أين؟ هذا اللي يعني سأتكلم عنه كيف؟ الإعلانات، الأفلام، المسلسلات، الأغاني، جلسات الشباب، المقاهي، الكافيهات إلى آخره النكت. الجامعة، المرحلة النكت هي هذه الجلسات طيب حسب تعاملي معها فإما أن يكون لدي فكرة سالبة عن الزواج وإما أن تكون لدي فكرة موجبة عن الزواج الآن إذا كانت الفكرة سالبة شعوري سيكون سالب نفور يا ابني ما بدك تتزوج أعوذ بالله يا أمه خلاص شوفي أخوي طيب صاحبه بالعمل يا فلان خلاص يلا بدنا نفرح فيك
أعوذ بالله بدك أصير زيك؟ طيب؟ إلى هذه كلها أفكار سالبة أنتجت شعورا سالبا. ما هو السلوك؟ يعتمد الآن، يا إما أنه فقط يبتعد عن مسألة الزواج والتفكير فيها والحديث فيها، وأي دخول في معترك نقاش مع أحد أو كذا، ووالدتي تحاول أحيانا أنه بيت عمك اليوم زايريننا، اللي هي بنت عمه يعني، فهو يبتعد هرب فقط. البعض لا، يتجاوز ذلك من الهرب إلى أنه يحاول أن يعني مثلا يسخر من الزواج، هو الأعزب الوحيد في المجموعة فيرسل واتساب مسجز دائما نكات على المتزوجين في الجلسة، الكل قام ليتجه إلى البيت مثلا في ساعة معينة، فهو يبدأ بالسخرية، وزارة الداخلية ما سمحت لك، ما أخذت أرنب سعيد ومش عارف إلى آخره. طيب هذا سلوك، طبعا هذا السلوك من شأنه أن يعود على الفكرة، هو يريد أن يثبت الفكرة، الزواج شيء سيء، الزواج شيء سيء، أنا صحيح، هم اللي خطأ، أنا إلى آخره. طبعا إلى أن تتغير الفكرة بصور مختلفة، بنص قرآني، بفهم، برؤية حياتية، بوفاة شخص قريب، برؤيته لشخص يداعب طفلته مثلا في يعني أو يلاعب طفلته مثلا في السوق، أو تبدأ أشياء كثيرة تختلف. على قضية الأطفال مثلا وكيفية تأثير فكرة معينة على شخصية كاملة، عذرا بس أكمل يعني سأعود إلى هذه المثال. هذا الشخص الآن في موضوع الزواج دائما مضطرب، لكن في موضوعات أخرى رائع ما عنده أي مشكلة، لكن في موضوع الزواج مضطرب. إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كانت فكرته عن الزواج السالبة وشعوره وسلوكه متناغم تناغم تام، بمعنى أنا من الدراسات ومما حولي ومن كذا مقتنع تماما أن الفكرة أن فكرة الزواج هي أسوأ فكرة موجودة على وجه الأرض، وشعوري تجاهها شعور سالب لأنها مبنية على قناعة وأرقام إلى آخره. سلوكي الآن هو أن من يريد أن يتزوج فليتزوج، أما أنا فلا أريد أن أتزوج بدون دخول في مشكلة. أما بمجرد أني أبدأ أسخر وأبدأ أحاول أني يعني بين قوسين ألعب على الموضوع، أعرف أن في داخلي شيء معين غير واضح. في المقابل طبعا لو كان الشخص النقيض، وهو شخص فكرته عن الزواج إيجابية، شعوره إيجابي، سلوكه إيجابي، أنا أعرف أن الزواج منظومة في فقه الوجود والاستخلاف وعمارة الأرض وإلى آخره، والسكن والعفة، وشعوري إيجابي وسلوكي إيجابي، بمعنى أنني أتعامل مع الموضوع بكل أريحية، عندي هدف في حياتي، فإذا يسر الله سبحانه وتعالى لي زوجة في الطريق، إذا والدتك. أما أني أبدأ أكون مضطرب بمجرد أن والدتي يعني تذكر موضوع الزواج، لا، في مشكلة هنا، ينبغي أن في عدم تناغم، أنا أسمي زجزاج، في خط غير متعرج، مضطرب، متموج ما بين الفكرة والشعور والسلوك. المثال اللي أردت أن يعني أذكره، زميل لنا كان ملحد ما بين الإلحاد والتشكك، يقدر الله سبحانه وتعالى أن يعني يغترب ويعود يتزوج زواج تقليدي، يقدر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يعني يولد له مولود. زرت في يوم من الأيام فاستقبلني، وكنت أريد أن أخرج يعني إلى يعني أصعد إلى غرفة الفندق أضع يعني حاجتي فيه، فقال أنا طالع معك، قلت له مسرح أصلي وأنزل، قال أنا طالع معك، فأنا استغربت طالع معك شو طالع، فجيت أصلي وإذ بي يصف جنبي، صلينا، وكانت من أخشع الصلوات في حياتي، تأثر بي يعني همسه، تسبيحاته، توقفه في الآيات كان شيء غير عادي. لما خلصنا الصلاة نظرت بابتسامة، أشر لي أنه بعدين راح نتكلم بعدين، خرجنا، عزمني الله يبارك فيه، كان على مطعم، قلت له إيش؟ قال لي لا تسألني كيف، لكن في اللحظة اللي ولد ابني وكنت مع يعني زوجتي في غرفة الولادة، قال بالضبط، قال هنالك شيء فتح وشيء دخل ثم أغلق، ولا تسني ما هو. فكرة الإنجاب، صورة الولادة، مع أنه هذا الشخص كان يعني عنيد عداد غير عادي،
تتكلمون معه عن السببية والغائية يطلع لكم موضوع آخر، تتكلمون في الموضوع الآخر يطلع لكم بمشكلة الشر، تتكلموا عن مشكلة الشر يطلع لكم بقضية مثلا الناس الذين يعني ما ذنب الناس اللي لا يعرفون ما هو الإسلام. دائما عنده وسيلة معينة، وطبعا حافظ كل المسائل المالتيبل ام ثيوري واللي هو يعني الأكوان المتعددة وما أكوان متعددة ونظرية داروين وما تقول. هذا كله يا جماعة الآن اختلف، نفس الأشياء التي كان يعلمها سابقا تستخدم الآن بطريقة مختلفة. فكرة تأتي لتؤثر على شخصية كاملة. المثال التقليدي اللي الآخر اللي خاص بالبنات، فكرة الحجاب. الآن لو أنا أو لو أنت، بلاش أنا، لو أنت فتاة عندها فكرة سالبة عن الحجاب، تلقائيا شعورها تجاه الحجاب إيش سيكون؟ شعور سالب، نفور، كره، انزعاج إلى آخره. السلوك هنا سيختلف. إذا فكرتها عن الحجاب سالبة وشعورها سالب وسلوكها سالب، هذه أكثر استقراراً من واحدة فكرتها سالبة شعورها سالب ترتدي الحجاب. هذه صعبة والبعض سيعترض عليها. اللي فكرتها سالبة عن الحجاب وشعورها تجاه الحجاب سالب، ثم تأتي لتعلن أنا لن أتحجب حتى إشعار آخر، هذا الحجاب لا يعني لي شيء. لأنه أصلا طبعا بالمناسبة هذا ما نكتشفه، أنه أصلا فكرة الإله والوجود والعدل الإلهي كلها في حاجة إلى إعادة نظر عندها. ثم يأتي بعض القيمين على المدارس الإسلامية والمراكز التحفيظ، دكتور تعال نريد محاضرة في الحجاب. يا أي محاضرة في الحجاب؟ عندكم جيل يحتاج إلى إعادة النظر في كينونته أصلا، في أنوثتها أصلا. هذه في نظري اللي قد تبدو متبرجة أمام الناس وكذا، طبعا أكرر في نظري، أنا لا أتكلم عن ميزان الإله، ميزان الإله هذا أمر آخر، يعني قد تكون الثانية مجاهدة وجاهدت نفسها ووضعت. أنا أتكلم عن واحدة فكرتها سالبة عن الحجاب، شعورها سالب عن الحجاب، سلوكها يعبر عن الشعور والفكرة. هذه أكثر استقرارا نفسيا من واحدة فكرتها سالبة عن الحجاب شعورها سالب عن الحجاب إشارة. ولذلك لا تستغربوا عندما ينتشر ما يسمى الآن بالنصف حجاب، كما تسميه بنتي مريم نصف حجاب. كنا مرة في مطعم فدخلت واحدة إشارب وبدي وقالت لي بابا هاي ليش نص محجبة؟ يعني كانت أول مرة عجبني اللفظ، ومن ساعتها صرت أستخدمه، نصف المحجبة اللي بيسموه الحجاب الإيطالي، الحجاب الإسباني، الحجاب المشعار إلى آخره، حجاب فلان الفلاني من الدعاة إلى آخره. هذا كله يعبر حقيقة عن هذا الاضطراب، لأنها هي في الحقيقة إلى الآن لا أنا أنثى وأريد أن أظهر أنوثي، أريد أن أظهر ما يحب الشباب أن يروني، لكن الإشارة موجود حتى يعني أمام الله. هذا اضطراب في نظري. تلك المتبرجة اللي فكرتها سالبة شعورها سالب سلوكها سالب أكثر استقرارا نفسيا، ولذلك لا أستغرب عندما يهدي الله هذه تتحول إلى إنسانة غاية في الطمأنينة والروعة، وهذه أختنا في الله ما زالت إلى الآن غير مستقرة، لأنها لم تعمل على الفكرة أصلا. فكرتها تجاه الحجاب قيد، انغلاق، رجعية، تخلف، دور المرأة، قوامة الرجل، كل المسائل اللي متعلقة عن. في المقابل تعالوا المثال الإيجابي، فكرتها عن الحجاب إيجابية، حرية، أنا أقرر من يشاهد ومن لا يشاهد ومن ينظر ومن لا ينظر ومن يرى ومن لا يرى وماذا يرى أنا أقرر. كما أقول دائما هنالك كان مقال لفتاة أسترالية أسلمت، الكتاب المقال كتبته بطريقة غاية في المفاجأة والصدمة والروعة. تقول أنا كنت إنسانة منغلقة وكنت دائما محكومة بعالم الرجل، وكنت طبعا وانتوا تقرأوا المقال في أول تقولون هذه أكيد تتكلم عن امرأة شرقية موجودة في جزيرة آل سعود ولا في الرياض ولا مش عارف وين ولا في القصيم ولا يمكن في بعض أماكن البدو في بلاد الشام. ثم تقول ثم قررت أن أتحرر وقررت أن أقرر أنا من يشاهد وماذا يشاهد فأسلمت. فتقلب الطاولة على اللي يقرأ المقال، يعني طبعا تبدأ تفصل بعد ذلك تقول أنا كنت محكومة لدور الأزياء والذي يرأسها ويتحكم بها مين؟ رجال. فجيفينشي يقرر ماذا أرتدي،
وصاحب مانجو يقرر ماذا ارتدي، وصاحب زارا يقرر ماذا ارتدي، وصاحب مش عارف مين قبل. فكنت محكومه لعالم الرجال، وعلى الشاطئ كنت محكومه للرجال ان ارتدي المايو البكيني لانني اريد ان اجذب بطريقه معينه، سواء بطريقه ادراكيه او غير ادراكيه. ثم قررت ان اتحرر. تصور واحده مثل هذه، كيف شعورها عن الحجاب؟ كيف سيكون شعورها؟ اكيد ايجابي، اكيد اكيد. الحجاب بالنسبه لها تصل الى المرحله انها لو منعت عن المدرسه في فرنسا لا يعني لها شيء، لا يعني لها شيء، لأن الفكرة إيجابية موجبة، الشعور موجب، السلوك موجب. هذه تلقائيا أفضل من رقم واحد ورقم اثنين اللي كنا نتكلم عنهم قبل قليل. كلما كان طبعا بالمناسبة هذه الإنسانة قد يكون لديها مسائل مضطربة في الزواج مثلا، يعني يمكن عندها مشكلة في تاريخها مع الرجل، وبالتالي مشكلة يعني الفكرة والشعور والسلوك ليست متناغمة فيما يتعلق بالزواج، لكن فيما يتعلق بالحجاب سوية. وهذه طبيعة الإنسان، لن يكون كامل في الأشياء كلها، سيكون لديه نقاط ضعف معينة، اضطراب معين قد يمر فيه لحظيا ثم يستقر إلى آخره. واضح قضية علاقة الفكرة والشعور والسلوك؟ طيب الآن هذا السلوك تلقائيا سيؤثر على الفكرة والشعور. هذه الأخت في كل لحظة، اللي أخيرا اللي تكلمنا عنها، في كل لحظة تقف أمام المرآة، تقف سلوك وتقرر فكرة أنها تريد بهذا الحجاب أن تؤثر على بعض الأخريات فتكسب من الأجر ويعود عليها بكذا كذا. هذه كل مرة تسلك هذا السلوك يعود على الفكرة بإيش؟ بالتثبيت. لذلك أنا أقول دائما، وهذا له علاقة يمكن في معشر الشباب أكثر فيما يتعلق بالزواج، احذروا ما تسمعون من نكات حتى في الجلسات، حتى بين المتدينين. أنا لا أقبل، أنا لما أكون في جلسة معينة والشباب يبدأوا يمزحوا أحياناً، الحكومة ما أعطتك إذن، أقول لا تقولوا هذا. كل مرة تتكلمون بها سلوك يعود إلى الفكرة ويغذي عندكم، وإن كنتم تقول لا إحنا ما نقصد، إحنا ننكد، ما في شيء اسمه هكذا. لا يعني أبي الله وآياتي، عارفين الآية تبعت أبي الله وآياتي، كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم، كلام. لا، هو نام عن شيء معين. ستقولون يا دكتور من النكت على الزواج إلى الكفر. الفكرة أن السلوك لا يصدر من فراغ، السلوك لا يصدر من فراغ. وهذا طبعا أنا جبت مثالين، أمثلة كثيرة في الحياة تنطبق على نفس الشيء. أعطيكم مثال اللي أنا عادة أعطيه للشباب، قضية نزع الحذاء أجلكم الله في الدخول إلى المسجد وفي الخروج منه، أو وارتداءه لما نخرج منه. الفكرة اللي هي متعلقة بصورة، الكل عندما يدخل الحذاء عند الباب، مع أن الرفوف موجودة تقع ندخل وما في مشكلة. لكنني لو جئت في يوم، أنا ما أنتظر غيري، أنا جئت في يوم من الأيام وسلكت هذا السلوك، أنني عندما نزعت الحذاء رفعته ووضعته بالرف، هذا السلوك سيؤثر على من؟ علي أنا أولا. هذه الحركة هي عبارة عن إيش؟ لحظة، عبارة عن إيش؟ سلوك، عبارة عن مدخل، عبارة عن مدخل مربوط ب لحظة، بإيش رافع؟ باليسار، مربوط بسنة النبي، وكذا فكرة مع بعض تتعاضد حتى تقوي هذا السلوك، يقوي هذه الفكرة، يقوي هذا الشعور، وهكذا. أعملها مرة مرتين ثلاثة تتحول إلى عادة. بالضبط، تتحول إلى عادة، سلوك متكرر، عادة. لكن فرق بين عادة لا علاقة لها لا بالشعور ولا بالفكرة وقد تتناقض معها، وعادة تترجم الشعور وسلوك، عفوا، يترجم الشعور والفكرة. لا، أنا مسيطر وأعلم ماذا أفعل، وسنتكلم بعد قليل عن أهمية العلم بما أفعل. طيب، أي سؤال؟ أنا أنهيت هذه الفقرة. أي سؤال؟ نعم. ممتاز. من أين تأتي الفكرة؟ الفكرة هي نتيجة العمل على الصورة المدخلة، نتيجة العمل على الصورة المدخلة. من الذي يساهم بها؟ سنفصل فيها بعد قليل. طيب، لكن يعني هي ممكن كنت أعمل. طيب، لكن هي من أين تأتي؟ هي نتيجة العمل على الصورة المدخلة. الصورة المدخلة حذاء، الصورة المدخلة رف أحذية، الصورة المدخلة سيارة، الصورة هذه صور، نتيجة عملي عليها تخرج فكرة، سنفصل فيها بعد قليل. سؤال. في بعض الأفكار وما في تناغم بين الفكرة والشعور والسلوك، فهذا يعمل اضطرابات. حلو. لكن في مثلا بعض افكار ثانيه تكون سليمه والشعور سليم بس تطبيقها صعب،
أبواج الإنسان برضو بتعمل له هاي الاضطرابات، فكيف أنا بدي أميز بين؟ أعطيني مثال. السؤال هو ماذا لو كانت الفكرة سليمة والشعور سليم ولكن التطبيق صعب فينتج عنه اضطراب؟ طبعا لاحظ أنت بمجرد أنك قلت التطبيق صعب إذا ما في تناغم، إذا الاضطراب حصل. طب كيف بدي أنا أميز مثلا؟ أعطيني مثال حتى يكون الإجابة. مثلا أنا في دراستي عندي قناعة في دراستي وشعوري تجاهها إيجابي، مثلا سلوكي نحوها مش إيجابي. ممتاز. فبيعمل اضطرابات وبخليني أراجع الموضوع، فهي مشكلة. مثال جيد. فكرتي عن الدراسة إيجابية، شعوري تجاه الدراسة إيجابي، أنا أختلف. هنا أختلف. لو شعوري تجاه الدراسة إيجابي بمعنى المحبة والإقبال والنزوع لها، تلقائياً السلوك سيترجمها. لكن المشكلة في المثال هو الخدش اللي حاصل بين الفكرة والشعور. بمعنى أنا الدراسة جيدة رائعة، تحصيل أكاديمي، مستقبل جيد، مهني، إقامة الخلافة في الأرض، إلى كل هذه الأفكار رائعة. لكن هل يقويها ما يكفي حتى تحصل على شعور إيجابي بقدرها؟ هل يقويها إحاطتك بأناس مقبلين على الدراسة؟ هل يقويها تمكنك من نزع النفس من لعبة بليارد ولا مباراة كرة قدم ولا حتى درس ديني في المسجد، لأنك ترى أنه طيب درس ديني ويعني وهذا طلب علم شرعي وكذا، بس الدراسة؟ إذا هذه الأمور مو واضحة، إذا الفكرة في حد ذاتها لم تكن إيجابية بالقدر التي تتوجه إلى الشعور فيها بنفس الإيجابية، إذا ينبغي عليك أن أعطيكم مثال خاص فيها. في سنة أولى في الجامعة قررت واتصلت بأهلي وقلت لهم أنا سأترك الدراسة الطب. ليش؟ أسباب كثيرة، من أهمها أنني كنت أشعر بغربة شديدة في مجتمع الجامعة الرائعة اللي أنا كنت فيها. طيب بين قوسين، فالوالد طبعا حاول يهديني وكذا، ويعني توكل على الله والدراسة أولها صعبة، وأنا كنت في طبعا بعض الأمور اللي لها علاقة بالممارسات السلوكية، يعني أنا كنت مثلا أجلس في الصفحة الواحدة بعقلية وسواسية، الصفحة الواحدة لازم كل كلمة إنجليزية أطلعها من القاموس، فكانت الصفحة الواحدة تستغرق معي أحيانا ساعة ساعة وشوي. انسى الموضوع، طبعا في دراسة الطب انسى الموضوع. هذا طبعا أعانني عليه أحد الإخوة الله يجزيه خير، الأخ حسن، كان طب بيطري وكان من الأوائل، قال لي أنا كنت مثلك، اقرأ الفقرة كاملة فإذا فهمتها انسى أي كلمات ومفردات ومعاجم وكذا، إذا لم تفهمها توقف عند الكلمة، وفعلا ساعدني كثيرا. لكن ما الذي جعل همتي للخروج والذهاب إلى الدراسة؟ لما راجعت حديث حافظه لكنه لم يكن مستقر، الفكرة لم تكن مستقرة. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وصرت أتخيل نفسي بهذه الفكرة، صرت أتخيل نفسي أنني في قاعة الدراسة، هنالك ملك الآن ينتظرني خارج القاعة ليقول يا عبد الرحمن الآن صار لك 45 دقيقة في قاعة الدراسة، ماذا تعلمت؟ والله من تلك اللحظة، من تلك اللحظة صرت أنا اللي عايشين في إربد واللي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الباصات كانت تخرج من مجمع الشيخ خليل إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا، صرت أركب في أول باص مع العمال وأتجه راكضا إلى باب البوابة الحديدية للجامعة فأفتحها. أنا اللي كنت أتحجج بأي شيء حتى أغيب، وأريد يعني أن تأتي القضية يعني من الدكتور حتى هو يرسبني إلى الفكرة، بس الفكرة. هل تغيرت الظروف؟ لا، الظروف كما هي، نفس المدرسين اللي عندي عليهم كثير من المؤاخذات، نفس الفساد الإداري، نفس الواسطات والمش عارف إيش والعشائريات، نفس المشاكل، لكن فكرتي أنا التي اقتنعت بها اختلفت تماما. طبعا أصبحت صار من الصعب الآن على فلان اللي هم الشباب بين قوسين المسجد أنه يلا اليوم عندنا عشاء، طبعا العشاء هذا يستغرق الى الساعه 12 واحيانا الى صلاه الفجر. طيب، طب اين مهمتي كطالب طب؟ اين من خرج في طلب العلم؟ وطبعا لك ان تتخيل فقه الاولويات المقلوب عندنا والدعوه وما دعوه ومش عارف الكلام اللي انت عارفه. طيب، لا، هنالك اذا عدلت الفكره وتاكدت من ان الظروف اللي حول الفكره تعدلت، تلقائيا الشعور سيختلف والسلوك سيختلف تلقائيا. عجبت؟ سؤالين وخلاص. لا، اللي بقى اللي وراك. نعم. على أي أساس نقول إن هاي الفكرة هي فكرة سليمة وصحيحة؟ المرض حنتكلم عنه. هذا هو اللي سنتكلم عنه. كيف أتعامل مع الفكرة أصلاً؟ كيف الفكرة نفسها أتعامل معها بحيث إني يعني أعالجها
قبل أن تصبح فكرة سالبة حتى لا يعني هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. طيب كم لنا من الوقت الآن؟ 45 دقيقة؟ لا أكثر، 50 دقيقة. طيب يعني احتياطا فقط قوموا في أماكنكم، حركوا أنفسكم شوي، يعني هيك حركوا الملل. طيب وبعدين يعني 10 ثواني فقط، مش 5 دقائق ساعات، 10 ثواني. خمسة؟ خبكي شخص.